السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نبدأ مشروع فاضي خالص على برنامج الـ IIS، وازاي نستورد عليه برنامج او ملف من ملفات الـ GPXML اللي احنا ممكن نصدرها من اي برامج البنك. اول حاجة اعمل سيلكت واقول له كريت بروجكت، هيبدأ يفتح لي ملف فاضي خالص. ابدأ بقى اقول له انا عايز اسحب امبورت GPXML، فادوس هنا تمام، وببدأ اشوف سيرفيس GPXML اللي عايز الانر والاوتر، ايه العناصر اللي انا عايزها، وبعد كده بقول له امبورت، وابدا بقى اختار الملف اللي انا عايزه جي بي اكس ام ال. طيب خلينا نعمل سيرش على دي مثلا، وليكن مثلا مسجد، اقول له سدي لي الملف دوت اوبن، وهسميه مثلا 1 2 3 4 واقول له اوكي. وبعد كده هاجي هنا اختار البيلدنج نوعه، وهنا اختار المواصفات بتاعت البيلدنج، وبعد كده اختار المكان ستيب 1 تشيك موديل، وبعد كده هقول له خلاص انا موافق على الموديل واقول له اوكي، وبعد كده هقول له اوكي. فبيبدأ يدخل الموديل بالشكل دوت، ممكن تعمل شيك روم لو انت عايز. اوكي هيبدأ يظهر لي الموديل بالشكل دوت، ده كده في البلان، ده كده في الثري دي. وبعد كده تقدر تيجي هنا تقول له وريه لي موديل فيور، فيظهر معانا بالشكل دوت، تقدر تشوفه بأكثر من اتجاه، تقدر تفعل موضوع الشمس معاك بالشكل دوت.